قبل ما أبلش هذا الفيديو حاب أول إشي أحكي الله يرحم جميع شهدائنا من غزة، يمن، عراق، إيران، سوريا، لبنان، عشان ما أكونش ناسية أي دولة تانية. الله يرحم جميع شهدائنا يا رب. أهلا أهلا. بعد ما نزلت هذا الفيديو على الإنستغرام How I turn this into this. كثير منكم طلبتوا مني أعمل فيديو توتوريال لكيف أنا صنعت هذا الكروشيه. الصراحة أنا فكرت بالموضوع، ولكن أنا شخص بحب ياخد راحته بالذات بالكروشيه. على سبيل المثال، إشي لازم ياخد معي 8 ساعات بمرمت روحي وبتاخد معي 3 أيام. فأنا فكرت بالشغلة، حكيت طب إذا أنا هلا بدي أعمل فيديو وأعمل كروشيه وبتاخد معي 8 ساعات، مش رح تاخد معي 8 ساعات، رح أصير أكره حالي وبعديها لسه أمسك هذا الفيديو. الفيديو ممكن يكون بحدود 9 ساعات 10 ساعات وبعدين أعمل إيديتنج، وهذا الإيديتنج ممكن ياخد معي كمان 3 أيام، وبعد ما ينزل الفيديو رح يكون كمان 4 أيام أو ممكن 5. فلحتى أسهل علي وعليكم، حكيت أعلمكم كيف ممكن أنتوا تغيروا الألوان بالكروشيه وتصنعوا هذه كبداية عشان تتدربوا على صورة هاي، عشان بالمستقبل تقدروا تصنعوا هذه بالمستقبل. طبعا انا عم بتعلم زي زيكم، فما تفكروني يعني واو بعرف كل شيء، لا لسه بعدي عم بتعلم، ولكن وصلت انا لهالمرحله وفخوره بنفسي كثير لاني وصلت لهالمرحله صراحه. حكون حاطه صور الباترنز للتنتين بموقعي، والرابط لموقعي رح يكون تحت بصندوق الوصف. قبل ما ابلش حابه اطلب منكم تعملوا لي فولو على الانستغرام اذا لهلا مش عاملين لي فولو، واذا لحد الان مش مشتركين بالقناه ليش عم تستنوا؟ اكبسوا على السبسكرايب. يلا اوكي بكفي كلام، يلا نبلش فيه الفيديو. إذا نقيت هذا الباترن لأنه شايفة إنه كتير بسيط وكتير سهل لحتى تفهموه، ويكون سهل كتير بنفس الوقت لحتى تصنعوه معي. رح أستخدم بنفس الوقت بدل اللون الأبيض رح يكون لون أزرق، وبدل اللون الأسود النقط اللي شايفينها هون رح أستعمل لون الزهري. رح أستعمل صنارة رقم 3، هذا على ما أعتقد الأزرق أعتقد إنه عبارة عن رقم 5، يا اما 3.5 يا اما 5، وهذا يا اما 3 او 2.5، واحد من الاثنين. اول اشي بدنا نسويه وبدنا نعيد هون، ردي على حظنا هون مكتوب قد ايه بالضبط، فهم عبارة عن 15، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. احنا رح نضيف كمان واحدة زيادة. فلحتى نبلش عليه، بما انه بدي لون الازرق، رح اورجيكم بالضبط كيف اول اشي نعمل البداية. فمنلفها هيك بالأول، بعديها مندخل واحدة ومنسحب هيك، فهذه البداية. كمان مرة منلف مندخل كمان لفة صغيرة ومنسحب، هذه رح تكون البداية تبعتي. فرح أخذ هلأ الصنارة أحطها بهذا الشكل، أسحب شوي. هلأ بدي أعمل 16 تشين بدل 15، هلأ رح تشوفوا ليه. ف واحد، شوفوا كيف بالضبط، تنين، لفة، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11 12 13 14 15 و16. هيك بكون شكلهم عندي هون بالصورة. أول إشي ببلش أبيض، فرح نبلش هلأ 15 وحدة بيضة هون. فتاني وحدة رح نبلش هلأ اللي هون البداية، دخلها هيك، نربطها، ناخد وناخد كمان واحدة على كلهم. فنعيد كمان مرة، ندخل هون، ناخد واحدة وناخد على كلهم. كمان مرة عشان تكون أسهل عليكم، ندخل على واحدة، ناخد واحدة وناخد على كلهم. كمان مرة عشان أكون قريبة، ناخد واحدة، ندخل على واحدة، ناخد واحدة، شايفين هون، وبناخد على كلهم. كمان مرة على هاي، ندخل على هون شكل، ناخد واحدة، ندخل على كلهم. كمان مرة ندخل على واحدة، ناخد واحدة وبناخد على كلهم. مرة ندخل
على واحدة، ناخد واحدة بصف عبارة عن تنتين هيك، وبعديها ناخد على كلهم. كمان مرة بندخل على واحدة، ناخد واحدة وبناخد على كلهم. ندخل على واحدة، ناخد واحدة، ناخد على كلهم. كمان مرة ندخل على واحدة، ناخد واحدة، ناخد على كلهم. تدخلوا تاخدوا وبتاخدوا على كلهم. تدخلوا تاخدوا تاخدوا على كلهم. كمان مرة تدخلوا تاخدوا وبتاخدوا على كلهم. تدخلوا تاخدوا وبتاخدوا على كلهم. آخر واحدة اللي هون، تدخلوا بتاخدوا وبتاخدوا على كلهم. هاي هيك خلصنا أول فوج اللي عنا إياه هون بهاي الرسمة. فهيك بكون الشكل. إحنا شايفينهم في عنا أربعة، رح يكونوا هلأ أربعة هون زرع. فمندخل على الأولى زي ما سوينا بالفقرة الثانية، فناخد واحدة وناخد على كلهم. كمان مرة ندخل على واحدة، ناخد واحدة، ناخد على كلهم. هاي تنين، هاي هيك تلاتة. وهلأ عند الرابعة، بما انه بعد الرابعة هون على الخامسة بدنا نغير لون، فاللي رح نسويه هلأ بالرابعة بدنا نعمل كالآتي. ناخد واحدة، ولكن هون رح ناخد هلأ لون الزهري، رح يصير كالآتي. نيجي هون بناخد الزهري وبناخدهم على كلهم، تمام؟ قبل ما ندخل على الزهرية، فبما انه هلأ هون الزهرية رح تكون كالآتي، رح ادخل على هذه اللي هون، تمام؟ ورح اخد واحدة، رح اخد واحدة زهرية. هون رح اضيف الازرق، بس ديروا بالكم هلأ عشان الزرق هون موجود بدناش احنا نضغطها كتير، فبدنا نيجي نعطي شوي ازرق هيك وناخد على كلهم بالازرق. فهيك صفى عندي هون واحدة زهرية بالضبط زي ما موجود عندي هون. هلأ في عنا واحدة، تنتين، تلاتة، أربعة، خمسة. فاللي رح نعمله هلأ عبارة عن خمسة زرق، فواحد، تنين، تلاتة، أربعة، وعلى الخمسة بدنا ناخد واحدة. هلأ شوفوا بالضبط كيف رح أعمل شوفوا هلأ كيف بالضبط رح أعمل بأصابعي. فشايفين انتو هذا الزهري ما بدنا إياه هون يشد كتير، لأنه بالنهاية رح يضغط كتير عليها ومش رح يبين حلو. فرح شوي نخفف عليها هيك، أمسكه بهاي الطريقة وآخد الزهري من هاي الشكل، شوي آخد منه لحتى ما يكون كتير، بدي اخد شوي منه لحتى هون يكون شوي فالت. مش مشكلة اذا شوي فالت، بنفع بعدين لقدام تصلحوها. هلأ بدي ادخل هون اخد واحدة، بما انه هلأ في عنا واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، في عنا هلأ اربعة زرق، فراح نبدل هلأ لازرق. نعمل واحد، تنين، ثلاثة، وهلأ أربعة. وهيك شكله بالضبط. أنا بديت تمام من هيك، من اليمين، من هاي الشقة. بدنا نمشي على أساس اللون من وين بلشت. فأنا بلشت هيك، هلأ بدي أبلش عبارة عن هيك. بدها تمشي على مسار حي، فهلأ رح نبلش على طريق هذا الطريق. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، اللي هم أربعة زرق، بعديها تنتين زهري. خلصنا من هاي الشقة انتو شايفين. هلأ بدي ألفها، لما ألفها رح يكون هيك شكلها. وهلأ بدنا نبلش على أساس أربعة زرق. فبدي
واحد اثنين ثلاثة أربعة. هلأ طبعا الرابعة بما إنه رح نغير لون طلع كتير 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 مهم، بما إنه هاي المنطقة اللي رح تكون ورا وهذا رح يكون الوجه تبع عملنا، لازم يكون الوراني دائما دائما موجود في هدول شو اسمه الخيوط، تمام؟ فمهم هدول الخيوط ما يكونوا ورا هون، لازم يكونوا بهاي الشقة. بما إنه هون عندنا الرابعة بدنا نغير هلأ الخط بهاي الشقة، فرح آخذ هاد الزهري بهاي الطريقة، وتذكروا ما تشدوا كتير عليه عشان بالنهاية ما يكون مضغوط، فرح آخذ شوي من هيك وشوي أفك منه. فهون عندي الزهري، فالزهري رح يجي بالضبط فوق على الزهري الثاني. آخذ بما إنه هون عندي تنتين فرح أعمل كالآتي، رح آخذ مع الكاملة هون زهري، وبعديها رح أدخل على الثانية آخذ واحدة، ولكن مش رح أكملها هاي. فهذا الزهري أجان لازم الخط يكون دايما قدامي إذا هاد هو الوراني. أتمنى إنه عم بسهل الأمور، مش عاد بستصعب هلا لكم. هلأ في عنا واحد اثنين ثلاثة، فبمسك هاد الأزرق هلأ وبسكر عليهم التنتين هيك، وهلأ باخد واحد اثنين، طبعا عالثالث زي ما انتو شايفين في تغيير لون، فناخد هاد الخط ناخد هاد ومنيجي بناخد الزهري. ما تضغطوا، تاخدوا واحد زهري، وهلأ هون واحد زهري كامل، وكمان واحد زهري هون بس مش كامل. نرجع الخيط، ناخد خيط الأزرق نعمل هيك، وهون عنا واحد اثنين ثلاثة أربعة، فناخد هيك كمان واحد واحد اثنين ثلاثة، وآخر اشي أربعة، وهيك الشكل للمرحلة الثالثة اللي عنا إياها. وزي ما انتو شايفين هيك هي رح تكون الوجه، وهيك رح يكون من ورا. هلأ رح نبلش على الرابع، فهو عبارة عن واحد اثنين ثلاثة أربعة، لأنه إحنا عم نمشي مثل الحية. واحد اثنين ثلاثة أربعة أزرق، فمنقلب على الوجه كالعادة، كل ما نمشي نمشي واحد نقلب، فهالمرة هلأ على الوجه نجي هيك واحد اثنين ثلاثة. طبعا على الرابع بدنا نغير لون، زي ما انتو شايفين دايما الخط ورا، زي ما انتو شايفين دايما عندنا هون بكونوا ورا. ناخد هلا الزهري نيجي بدناش كتير نضغط عليه، هون ناخد واحد، بعديها بيجوا واحد اثنين ثلاثة الزهري، فبنمشي كالآتي واحد اثنين ثلاثة. طبعا الثالث عندنا هون أبيض سوري أزرق، فبناخد كالآتي وبندخل هيك، وبعديها هلا بناخد واحد أزرق، بس طبعا في عندنا هون كمان لون، فناخد بعديها هيك كمان مرة، ما نضغط كتير عليه للزهري هذا الشكل. وهلأ واحد اثنين ثلاثة، ثلاثة بدنا نغير اللون، فبنسحب واحدة على كلهم، وبعديها عنا هون واحد اثنين ثلاثة أربعة، فواحد اثنين ثلاثة
أربعة. شكل قدام رح يكون وهيك منظرها من ورا. مع الوقت رح تحسوا إنه هدول الخيطان قاعدين باخدوا كتير من راحتهم، قاعدين بطوفوا حوالين بعض، فبصعب عليكم الحركة. بضلكم بس تلفوا الخيط بين بعضه لحتى بالنهاية ما تخلوهم قريبين على بعض. هلا رح ناخد الخط الخامس. فعنا هون الخامس أول إشي رح يكون أزرق. ندخل ناخد واحد بس ما منكمل، عيد وأكرر. نيجي منحط هاد الخيط قدامنا، ناخد الزهري وما نحاول نضغط عليه، فمنيجي مناخد الزهري هيك ما بنضغط قد ما بنقدر. هلا عنا هون واحد اتنين تلاتة زهري، فرح نعمل كالآتي: واحد اتنين تلاتة. ناخد واحد أزرق أي هون عنا واحد، فرح نيجي هون وناخد واحد ونضلنا نحط الخيوط قدامنا. هلا عنا واحد اتنين، فرح نمشي على أساس هون زهري. هاي هون أول واحد واحد، هاي هون واحد، وهاي هون اتنين. فهلا هون طبعا عنا أبيض، فرح نمشي كمان مرة واحد هون أزرق، حطها هون، وبعديها عنا واحد اتنين زهري، رح ناخد هيك، ناخد واحد هيك ونعمل واحد كاملة واتنين. بعديها نيجي نقلب ناخد أزرق، ناخدها هيك، بعديها نحطها هون واحدة، بعديها آخر إشي عنا هون واحد اتنين تلاتة، فرح نمسك الزهري نعمل واحد اتنين تلاتة. بما إنه رح ننهيها بزرقة فمنقرب الزهري هيك ونحط الزرقة مع كلهم، وبعديها ناخد هاي الزرقة هون ومنسكر عليها، وهيك بطلع المنظر عنا بهذا الشكل. هاد الفوج الخامس، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وهلأ بدنا ننط على السادس، بدنا رايحين هيك، بدنا نيجي هلأ هيك. فهون عنا واحد اتنين أزرق، فرح نبلش عليهم واحد اتنين أزرق. اتنين أزرق، ف واحد اتنين، وهلا بدنا نغير لزهري. رح نعمل كالآتي، ودايما الألوان اللي ورا اللي هون نحاول نبعدهم عن الطريق. هون واحد اتنين تلاتة واحد أبيض واحد زهري أزرق، وديها زهري، وديها هون زهري، واحد أزرق، هذا الأزرق رح يجي هيك،
بعديها زهري، بعديها ثلاثة زهري، واحد، اثنين، ثلاثة، واحد، اثنين. هيك بكون شكله. هاي هيك خلصنا من هاد، وهلا ندخل على هاد. هلا على السادس، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، وبعديها السهري من هون، واحد أبيض، واحد اثنين ثلاثة، فرح يجي كالآتي، واحد اثنين ثلاثة، بعديها واحد أبيض، يجي أقرب هيك، أبيض، بعديها واحد زهري، هلا هون، بعديها واحد أزرق، هذا رح يجي عند الزهري، وبعديها عنا هون ثلاثة زهري، فهي رح تتاخد هيك. واحد اثنين و ثلاثة، بعديها ثلاثة بيض، واحد اثنين ثلاثة. هذا شكله من ورا، وهي هون شكله من قدام. رح نعمل ستة زرع، فهي هون واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هون السادسة. هلا بنحاول ناخد واحدة نضيفها، هي هون عندنا واحد اثنين ثلاثة، فهي واحد، هي اثنين، هاي ثلاثة، بعديها كمان ستة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. هلا صار بدنا نيجي بهاي الشقة، فنقلب واحد اثنين ثلاثة زرق، نقلب هلا قدام، وهلا بدنا ثلاثة بيض، ثلاثة زهري سوري، فهون عنا هاي بتيجي هيك، واحد اثنين ثلاثة، هلا واحدة بيضة
الزرقاء وهلا البيضة رح تيجي هيك سهري تاخد بعدين رح تتحول لوحدة زهرية فواحد دي 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 وبعديها تيجي الزرقاء لوحدة وهلا بدنا ناخد ثلاثة زهريات ف واحد اثنين وثلاثة وهلا ثلاثة زرق واحد اثنين ثلاثة هلا رح نمشي على هاد المسار اللي هون رح تكون بهاي الشقة فرح نمسك هيك ونشقلب كمان مرة واحد اثنين نبها واحد اثنين ثلاثة واحد بعديها كمان واحد أبيض سوري زهري واحد أزرق واحد أزرق واحد زهري أزرق وبعدها زهري ثلاث مرات واحد اثنين ثلاثة وبعدها اثنين بيض واحد اثنين هيك شكله هلا هاي الشقة هيك رح تصفي واحد بعديها ندخلها هيك قدام ثلاثة تعطي شوية زهر ف واحد اثنين ثلاثة تشطيب واحد واحد اثنين واحد اثنين هلا أزرق واحد واحد اثنين واحد اثنين أزرق واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين
ثلاثة وهلأ آخر إشي اللي هي التالتة. هيك منظرها من ورا، هيك منظرها من قدام. 2 3 4 فهلأ رح نمسك هاي هون، 1 2 3 4 والرابعة رح نبدل ب 1 2 3 فهيك تاخد 1 2 3 بعديها أبيض 1 بعديها كمان 1 سهري بعديها 1 2 3 وبعديها عنا هون 4 1 2 3 4 تيريريو. وهلا بدنا نبلش هيك، فراح نقلب. بعدها 1 2 3 1 2 3 وبعدها 1 2 تيريري فواحد 2 وهلأ 1 2 3 4 هيك منظره من هون، هيك المنظر من ورا. صفى هلأ بس علق علي أعمل باي شعب. 1 2 3 4 وبعدين نبدل هاي هون أولى بدل كم مرة 1 2 3 5 1 2 3 4 5 نيجي نسحبها على الرأس 1 بعدها بناخد كمان واحدة 1 2 3 4 هيك انتهت شكلها من الألوان اللي لوناها. لا كله لازم يكون هون أبيض. نجي هيك 1 2
اثنين ثلاثة أربعة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احداش اتناش تلتاش اربعتاش خمستاش. انتهت، وهيك بكون منظرها. خط ونقص، نربطها، ناخدها هيك ونسحب. وهي الشقة، شوي من هذا الزهري، وهيك بصفي ورا. بنفع طبعا نخبيه من ناحية، وهال بنفع نقصه. أنا أفضل إنه نبعته هيك لورا كله، ونسحبه على واحدة من هدول بهاي الطريقة، ونضلنا بس نسحب فيهم عبال ما بالنهاية ما يبينوا كتير لما احنا بدنا نشوف لقدام. بنبعتكم بهذا الشكل، بعديها اخذ من هون بهذا الشكل، وكمان هون. وهيدا هون كمان. وهذا بنفع كمان اخده من هون عشان ما يبين كتير، ومن هاي الشقة كمان بنفس الوقت عشان يبين كتير. وهذا الزهري كمان بنفس الوقت اسحبه واحدة من هدول الزهرات. هيك بصفي عندي اياه بهاي الشقة، وهاي الشقة بصفي عندي اياه هيك. ماشي حبيبات وحبايبي، هاد نهاية الفيديو. بتمنى هذا الفيديو عجبكم، وبتمنى انجزتوا الانجاز اللي انتو حبيتوا تصنعوه. إذا حابين أعمل كمان فيديوهات هيك، بليز اكتبوا لي تحت بالكومنتات، حابة أسمع منكم. إذا في مجال تعملوا لايك لهذا الفيديو وتبعتوا لصحباتكم إذا حسيتوا إنه هذا الشيء بفيدهم، وما تنسوا تعملوا لي فولو على الانستغرام. ماشي حبايبي وحبايبي، هاد نهاية الفيديو. كالعادة حابة أحكي لكم بحبكم بعشقكم وبموت عليكم. ديروا بالكم على حالكم. باي باي.